عودة مرة أخرى مشاهدينا لاستوديو نواب. فقرتنا هنتحدث فيها عن ملف الصحة وأبرز الملفات التي تأتي على أولويات لجنة الصحة. بينا وانا في الاستوديو سيادة النائب مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة. أهلا بك. أهلا بك يا دكتور. ولكن قبل ما نتناقش في هذه الملفات يا دكتور بدعوك وبدعو مشاهدينا هنروح نشوف تقرير سريع بيجمع أهم هذه الملفات ونعود مرة أخرى لمناقشتها مع دكتور مجدي مرشد رئيس لجنة الصحة. تناقش لجنة الصحة في مجلس النواب عددا من الملفات المهمة التي يتمثل أبرزها في قانون التأمين الصحي وقضية ختان الإناث، فضلا عن دورها في أداء مهمتها الرقابية في كل ما يتعلق بصحة المواطنين. فقد أعلنت لجنة الصحة بمجلس النواب الانتهاء من إعداد قانون التأمين الصحي الذي يعد أحد الاستحقاقات الدستورية التي يجب إصدارها قبل انتهاء دور الانعقاد الأول للبرلمان. القانون يهدف إلى ضمان توفير مظلة صحية لكل المصريين بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 90 مليار جنيه كخطوة أولى نحو تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية عبر توفير رعاية صحية للمواطنين رغم المخاوف من تدني مستوى الخدمة الطبية في مصر. وهناك قضية ختان الإناث التي شغلت الرأي العام على مدار الأيام الماضية، حيث كانت تصريحات النواب عن هذه القضية صادمة للمواطنين. وإلى جانب هاتين القضيتين لا يمكن إخفال الدور الرقابي للجنة، لا سيما فيما يتعلق بتوافر الأدوية في الأسواق وأيضا ألبان الأطفال التي اختفت من الأسواق تقريبا، وظهرت طوابير الأهالي أمام منافذ صرف ألبان الأطفال المدعومة لتمتد عشرات الأمتار رغم تأكيد وزارة الصحة توافرها. دي كانت أبرز الملفات التي تأتي على أولوية لجنة الصحة. ولكن هبتدي سيادة النائب طبعا بالتصريحات التي أثارت الجدل والتي أزعجت الجميع، وهي تصريحات النائب أحمد الطحاوي عضو لجنة الصحة بخصوص ختان الإناث، وأنه رأى أو يرى بأن ختان الإناث ده ليس له أو لا يحتاج إلى تغليظ عقوبة، بل لا يحتاج إلى عقوبة أصلا، ولكن هو شايف بأنه دي مسألة دينية ومش مفروض يتدخل فيها القانون. طبعا وصف البعض بأن هذه ليست أزمة سياسية فقط ولكنها أيضا أزمة علمية، لأنه في الآخر أحمد الطحاوي هو طبيب وقانون العقوبات يغلظ هذه العقوبة خاصة للأطباء الذين لا يتفهمون طبيعة عملهم في الآخر. حضرتك شايف إزاي هذه التصريحات وكيف ستتعاملون معها؟ لا، هو الحقيقة التصريحات طبعا تصريحات نقدر نقول إنها تصريحات شخصية تماما بيعبر عنها الاخ الفاضل الاستاذ الدكتور احمد طحاوي عضو البرلمان وعضو لجنه الشؤون الصحيه، وراجل فاضل الحقيقه جدا، لكن التصريحات لا تحمل الا فكره او وجهه نظره. انما الحقيقه كلجنه احنا عندنا باذن الله يوم الثلاث عاملين جلسه استماع عاجله هندعو فيها المجلس القومي للمراه. انا اصدرت اكثر من 3-4 بيانات باعتبار رئيس اللجنه انه موضوع ختان الاناث الحقيقه الموضوع ده يعني بدأ الحديث فيه وبدأ التقنين له من سنة، دي مفاجأة للناس، من سنة 1959. يعني تقريبا احنا بنتكلم في اكتر من 50 سنة، بنتكلم 56 سنة او حاجة زي كده، بنتكلم على تقنين او منع او تجريم او، ولكن تم تجريمه في 2008 بالفعل. في 2008 تم، وفي يعني احكام موجودة صدر في القانون، ويعني المادة 240 241 من قانون العقوبات بتعتبر ان جريمة الختان هي جريمة فيها اكتر من حاجة، فيها جرح متعمد، فيها هتك عرض، فيها ممارسة مهنة طبية دون تصريح. التلات جرائم دول اتنين منهم جنايات الاولانيين والثالثة بتعتبر جنحة، فالحقيقة التلاتة دول بيتراوح برضو العقوبة هزيلة جدا، بتتراوح ما بين 3 شهور او 6 شهور سجن ومن 1000 لـ5000 جنيه غرامة. ليست رادعة طبعا، ليست رادعة مقابل ان كل يوم بنحمل. احنا عايزين نذكر بانه النيابة العامة بالسويس قررت احالة 4 متهمين في قضية وفاة ميار محمد موسى، وهي ضحية جراحة الختان بالسويس، الى الجنايات لاتهمهم باحداث جرح قطعي افضل يموت واجراء عملية ختان اناث. وقال مصدر قضائي بانه المتهمين الصادر قرار باحالتهم لمحكمة الجنايات، جزء منهم اطباء، يعني عدد واحد
اثنين ثلاثة ثلاث أطباء مسؤول بالمستشفى إلى جانب والدة ميار أيضا، وأنه تم إحالتهم للمحاكمة بعد الاستماع إلى جميع الشهود. يعني دي آخر حالة وفاة بسبب كتير. الختان إلى جانب الحالات طبعا كتير جدا صحيح. ومن غير المقبول أن احنا كل مرة بنفوق على جثمان طفلة بريئة جدا ملهاش أي ذنب بندفنها فتهيج الأمور ونتحدث فيها قليلا ثم تعود فتخبو مرة أخرى. الختان إناث مش جريمة عضوية، هي جريمة نفسية وجريمة في حق المجتمع وجريمة بكل المعايير. ثانيا إذا نظرنا لموضوع النظرة الدينية، الحقيقة أنا لم أرى ولم والتي أقرأ والتي استخدمها نائب أحمد الطحاوي في تصريحاته. ليس هناك حديث قوي السند بيقول، وليس هناك حديث بيوجب الختان للإناث، وليس هناك نصا قرآنيا بيوجب الختان. فإذا من أين أتى الحقيقة؟ هي عادة إفريقية. لعلم الناس أنه سبع الختان الإناث في 200 مليون أنثى مختنة. الإناث المختنات كلهن في إفريقيا 27 دولة إفريقية معظمهم مسلمين. بدليل أن هناك دول إسلامية لا تقوم بعملية الختان زي السعودية وزي بلاد كتير جدا ما فيهاش ختان. صحيح. فإذا الختان عادة إفريقية أو حاجة إفريقية أكثر منها حاجة إسلامية. صحيح. هي لا تعرفها أغلب الدول الإسلامية. إنما هي كمان مرتبطة بالفكر الذكوري اللي الرجل فيه بيتحكم ويمد يده تماما للسيطرة على الأنثى، وده لابد أن ينتهي لأن هذا النوع من التمييز الجنسي ما بين الرجل والأنثى. هناك طلبات بحالة النائب أحمد الطحاوي لجنة القيم بالسلامات. يعني شوف حضرتك برضو احنا مش عايزين نبقى اكستريمز دايما، يعني مش عايزين نتمادى في يعني. بس حضرتك شايف أن هو شوف لابد أن لابد أن يأخذ حقه في الدفاع عن نفسه وإعلان ما قاله وقالوا ليه، وهل هو فعلا مقتنع ولا هو بيحيل الامر الى رجال الدين، واذا رجال الدين قالت انه غير واجب خلاص هو هيقتنع ويسكت. هو ما قالش كده يا لا يعني هو قال ان الشرع اهم من وزير الصحه وهو اللي يفتي فيها. هو قال بانه ترك الانثى بلا ختان امر غير صحيح، واذا كان الختان جائز فهذا خطا ايضا. جائر. فهذا خطا ايضا. ولما كانت هذه التصريحات يعني هذه التصريحات ايضا فيها تنافي مع تفعيل القانون، ما احنا في الاخر عندنا قانون هو لا يعترف بانها جريمه لكن لازم يقول وجهه نظره، ولازم وده اللي هنعمله يوم الثلاث في جلسه استماع بالبرلمان ان شاء الله في لجنه الصحه. احنا قررنا نعملها يوم الثلاث، فيه اعضاء او عضوات مجلس القومي للمراه المحترمات، وفيه كل لجنه الصحه وكل الاعضاء النواب اللي عايزين يبقوا موجودين معانا لمناقشه هذا الامر الهام جدا جدا مش للمراه بس في المجتمع. طب حضرتك اكيد استمعت لردود الفعل من المنظمات الحقوقيه من المجلس القومي للسكان، من رئيس المجلس القومي المصري حقوق المراه، يعني ناهد ابو القمصان، يعني تصريحاتها كانت كلها اكيد. احنا النهارده في 2016 بنرجع نتكلم في 1959 او بنرجع نتكلم في 1940، يعني احنا الحقيقه عايزين ناخد خطوه لقدام، فلا بد من تغليظ عقوبه، لا بد من وضع عقوبه، ولا بد من تنفيذ عقوبه. طب احنا سامعين بانه المجلس القومي للسكان عنده ورش عمل لاعداد مشروع تعديل قانون تجريم ختان الإناث، وأنه هناك مطالبات بتغليظ هذه العقوبة. حضرتك شايف إزاي البعض الذي يقول بأنه ليس هناك حاجة لتغليظ العقوبة بعد 8 سنوات ولم تثبت يعني هذه العقوبات أنها رادعة؟ طبعا، لأنه ما زالت بتتم وما زالت البنات بتموت وما زال الجرح النفسي والجرح العضوي بيحصل لكل بنت في السن ده، فلا بد أن تقف هذه الأمور. هناك حالات طبية معينة لازم الطبيب هو اللي يقررها، إنما ما هياش حاجة، ما هياش عادة، ما هياش واجبة ولا هي سنة. يعني الإحصائيات أيضا بتشير يا دكتور مجدي بأنه في أكثر من 92% في مصر 92%. وأن الإحصاءات المتوقعة لن تقل عن هذه النسبة. لا، هو المفروض أنها تقل، لكن هو لغاية دلوقتي 91 وحاجة في المية، يعني 92 تقريبا في المية، دي فعلا نسبة، ودي نسبة عالية بشكل غير طبيعي. لا يضارعنا إلا الدول الإفريقية زي جيبوتي وزي زامبيا وزي الصومال، ما لهمش دعوة بالإسلام، هم ناس عندهم هذه العادة، والسودان، هم دول بس اللي بيعملوا كده. اما الدول المتقدمه كلها طبعا ما لهاش علاقه بالموضوع ده، والدول الاسلاميه واندونيسيا يمكن الدوله المسلمه الثانيه اللي معانا برضو اندونيسيا، لكن بقيه الدول هي دول افريقيه بس، فهي عاده افريقيه. ولم تذكر نصا، وانا بقولها يعني يمكن انا حاولت اقرا كتير عشان اشوف، لم تذكر نصا في حديث قوي السند ولا في القران على الاطلاق. هناك ايضا
توقع بان انتوا دلوقتي هتضطروا بانه او مش هتضطروا ولكن سياتي هذا القانون ملحا بعد هذه الحالات المستمره طبعا. وايضا يا دكتور بعد هذا التصريح الذي صدر من عضو من اللجنه حتى لو هو تصريح يعبر عن نفسه فاكيد في انظار اتجهت باتجاه اللجنه. هو انا عايز اقول يمكن التعبير برضو انا لست ادافع يعني لست مدافعا عن الزميل الفاضل لكن هو التعبير خان في انه نرجع للشرع وليس الى الطب او للعلم. هو يمكن بيقصد هذا يعني نشوف بس هو طبيب يا دكتور مجدي يمكن هو طبيب متدين اكثر منه طبيب يمكن هو علاقته الدينيه اكثر منها اكثر من الطب وبالتالي هو الحقيقه لم يخطئ عندما قال نعود للشرع والشرع ما بيقولش انه واجب الشرع ما بيقولش الحديث الوحيد اللي موجود والناس كلها بيتكلموا انه عن الرسول عليه الصلاه والسلام قال للمعطيه اذا فعلتي فاشممي او حففي يعني اذا فعلتي معناها ايه؟ مع ان ده ما بيتعملش ده انا لما اقول لحضرتك افعلي او اعملي كذا يبقى انا بامرك لكن اقول لك اذا فعلتي يعني في حاله ندره الحدوث ما هياش واجبه ولا هي سنه ولا هي حاجه خالص. طيب عشان كده بسال حضرتك متوقع ان انتوا تناقشوا مشروع بقانون بتجريم غالبا طبعا ايه المتوقع في هذا القانون حتى يكون رادع لان تاني هنقول انه ما فيش تقريبا احكام صدرت الا حكمين او ثلاثه بهذا الشان بخصوص تجريم ختان الاناث لانه البعض لا يبلغ والبعض يتهرب. هو كان في تسلسل انه لا يجوز اجراءها الا بطبيب لا يجوز اجراءها في مستشفيات حكوميه ولا اي حاجه حكوميه خالص ده كان برضو قانون وبعدين دخلنا في العقوبات انا في رايي انه لو هنعمل العقوبه تغلظ واذا سمح باجراء هذا الموضوع يبقى من خلال لجنه فنيه طبيه متخصصه تقرر ان هذه الحاله بحاجه لكذا انما ما تبقاش اي حد معدي في الشارع في اي عياده او عند حتى دايه ويعمل هذا الموضوع. ايوه بس اللي بيحصل دلوقتي يا دكتور ان الدكاتره هم اللي بيقولوا الموضوع ده يعني طبعا عشان كده بقول لحضرتك ما يبقاش اي دكتور. ايوه بس ده معناه يعني انه يعني اذا انا اغلظ العقوبه تماما عشان اذا انا عملتها هل في حالات صحيه بتستدعي هذا بعض الحالات النادره جدا يعني نقول واحد في الالف ممكن عيوب خلقيه معينه يعني ممكن يعني فقط ورد. عيوب خلقيه طبعا بس اصل كلام حضرتك ممكن يتفهم غلط لا استثناء تام استثناء تام وبالتالي محتاج الى ايه الى راي طبي واضح جدا انا هذه الحاله بحاجه ضروره الى كذا ويبقى مثلا لجنه ثلاثيه زي اللجان اللي بنعمل بيها لجنه نفقه الدوله اللي بتقرر لجنه من ثلاث اساتذه او من ثلاث استشاريين ان هذه الحاله بحاجه لو عندنا اطباء من عينه النائب احمد طحاوي هتبقى عندنا مشكله. لا هو هنا الراي الطبي بتاعه ما دام احنا هننتهي من الراي الديني هيبقى الراي الطبي والراي الطبي هيبقى طب. دكتور مجدي منظمه الصحه العالميه كان في تقريرها بخصوص ختان الاناث كانت بتذكر بان ليس هناك سند لهذه العمليه فيما طبي. يخص الطب يعني طبي. الطب ما فيهوش حاجه بتقول عمليه كان التعريف بتاعها انها ازاله جزء من جسم انسان دون سند طبي او دليل طبي ده تعريف اليونيسيف فازاي هنعمل لا لا في لا في بعض الحالات طبعا بصي الطب ما فيهوش اطلاقا لا في دي ولا في اي حاجه ثانيه واحد وواحد بيساوي اثنين ابدا الطب دايما في حاجات اكسبشنز في حاجات بنسميها خارجه عن النطاق المالوف ودايما الطب ما هوش قاعده صامه او ثابته ففي حالات قد تستوى لكن دي هتلاقيها ايه واحد في الالف واحد في العشرة الاف واحد في المئة الف انما مش 91% طيب. مش هذه النسبة الغريبة يعني. متوقع تغليظ العقوبة لحد فين؟ لا دي هتاخد نقاش طبعا انه هتلاقي ناس تقول نزود ناس تقلل الى ان نصل الى الحد المعقول اللي نقبله كلنا ويقبله العقل ونقره وده يمكن جلسة الثلاث هتبقى بداية الانطلاق لمعرفة ايضا العقوبة اللي تخلي الحقيقة البنت آمنة على نفسها. طيب. حضرتك بقى كدكتور مجدي مرشد رئيس اللجنة كيف ستتعامل مع الآراء المشابهة للدكتور أحمد طحاوي؟ ما هو الرأي يفنده رأي، أنا الحقيقة ما بعرفش أتخانق. إنما أنا بعرف إنه في رأي أحط قدامه رأي. حضرتك عندك سند طبي، أنا عندي مليون سند طبي إنها لا إنها مش مفروض. عندك سند ديني، أنا عندي مليون سند ديني. عندك حديث، أنا عندي حديث. عندك سند الحديث ده ضعيف، أنا عندي سند الحديث وهكذا. إحنا لازم نتكلم بمنطق وبعقل. هو الحقيقة قضية خاسرة من الأول بالنسبة للناس اللي بتقول انها الختان يجب ان يكون ويجب ويحفظ الاثاره ومش ده كلام الحقيقه يعني عيب في حق المراه لانه الاثاره عقليه ذهنيه وليست عضويه يعني مراكز الاثاره في المخ في العقل وليست في الاعضاء وده المفهوم الشرقي الغريب اللي احنا عايشين فيه والا كان زمان في اوروبا لقينا مناظر كتير قوي في الشارع ان كلهم ما عندهمش ختان وكلهن ملتزمات عكس اللي احنا فاهمينه عكس ما هو في صوره مغلوطه تماما هناك ما فيش حاجه اسمها كده
يعني الالتزام تام الا اذا كان العقل هو اللي بيحركها في اتجاه معين، فده حاجه ترجع لها، انما مفيش حاجه اسمها نقطع الروس بقى عشان ما نفكرش. يعني احنا مش عايزين ننتهي من قطع اي حاجه. طيب ايضا وزاره الصحه والسكان ممثله في قطاع خدمات تنظيم الاسره والصحه الانجابيه كانت اعلنت انها هتدشن حمله جديده توعويه تضاف الى الحملات التي رايناها عبر السنوات الماضيه بهذا الشان. هل لجنه الصحه ناويه ان هي تشترك في مسانده الوزاره في هذه اللجان التوعويه؟ طبعا، وانا ليا وجهه نظر انه اتمنى انه يبقى القائمين على اللجان التوعويه وعلى التوعيه معظمهم من رجال الطب ورجال الدين الرجال. يعني بلاش السيدات يشيلوا يعني حمل لواء الدفاع عن حق لهم، خلوا الرجال بقى مره تنصف الجزء الثاني. بس يعني هي المشكله الحقيقه دكتور مجدي ان الستات هي اللي بتظلم نفسها مش الرجاله. لا لا لا، يعني نص الحالات الامهات هي اللي موديه بنتها يتم. عشان كده هم محتاجين حد يبقى عنده علم طبي كويس وعنده علم دين كويس يكلمه. طب حضرتك بقى كطبيب شايف ازاي تحرك ايضا الازهر ويعني والجهات المختصه باصدار فتاوى، هل شايف ان هي تحركها فعال ام هو صوري فقط لحد ما الوقت؟ طبعا لغايه دلوقتي مش فعال خالص، ونقدر نقول صوري تماما، ونقدر نقول ان الخطاب الديني اللي الرئيس فتح السيسي الحقيقه الرجل يعني بذل جهدا جهيدا، ريقه نشف الرئيس، ريقه نشف ان هو يقول لنا انا لا ارى اي تغيير في الخطاب الديني. انا نفسي حد يطلع يصلي بيها الجمعه يقول لي ازاي عامل جاري، ويقول لي ازاي عامل زميلي، ويقول لي ازاي عامل زميلتي في الشغل، ويقول لي ازاي عامل استاذي، وازاي ما يقوليش لو دخلت برجلك اليمين هيحصل، لو دخلت وانت داخل القبر هيطلع لك التعبان لا ارى هيضربك على دماغك الكلام. انا نفسي حد يعلمني ابقى مسلم بجد، ما اكذبش، ما اسرقش، ما اغتبش، نفسي اتعلم كده، انما بروح اسمع حاجات مرحله تانية من الدين. يعني الدين يعني الاخلاق، الدين انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. الرسول قالها، قال انا لا جيت اعلمكم ازاي تصلوا ولا تشربوا ولا تصوموا ولا انا جيت اتمم مكارم الاخلاق. فالخطاب الديني الحقيقه فيه تقصير غير طبيعي من وزاره الاوقاف على وجه التحديد، ومن الخطباء التابعين لوزاره الاوقاف. وبيندرج تحتها ملف زي ملف الختان اللي احنا بنعاني عنه وفقا لكلام حضرتك. ملفات كثيره جدا، ملف الختان لو تولاه الائمه على المنابر هم اصلا مش مقتنعين، هم مش مقتنعين، لكن لو تولوه هتقل النسبه بشكل ملحوظ. انما هم الحقيقه لهم قضاياهم اللي بتعنيهم، ولا يعنيهم قضايا المجتمع الحقيقه اللي بتدمر مجتمع. فلازم الاوقاف كمان كدور لازم الائمه دول يبقى فيها لهم تثقيف، او اللي مش اللي مستوى ادائه مش كويس يتشال. بس المشكله يا دكتور يعني اما نتكلم على الائمه لازم برضه نتكلم على الدكاتره. ما انا ارجع تاني واقول لك، ما هو نائب في لجنه الصحه وهو طبيب في الاخر، وفي نهايه الامر هو الذي يدعو بالختان. انا متخيلها فلتة من الدكتور احمد الضحاوي الحقيقه، يعني ما كانتش. انا شايف ان ده دفاع عنه يا دكتور اكتر منه لا لا تقييم واقعي. لا يعني أو انا شايف انه لم يوفق، لم يوفق يعني الحقيقه لم يوفق، ولا سيما كطبيب. لكن اكيد له وجهه نظره لابد ان يشرحها، لان انا في الحقيقه في الجلسه دي او في جلسه الاستماع لا، انت مطالب ان تدافع عن اللي انت قلته او تعتذر عنه يوم الثلاث. مفيش حاجه ثانيه، يا تدافع عنه الى ان تثبته وكلنا نعتذر لحضرتك، يا تعتذر حضرتك عما قلت ونبدا بقى صفحه جديده. لانه البعض بيرى ان ده كان تحريض صريح لعمليه الختان. برضه لا، لانه برضو طبيب. لا يعني مش عايزين نبالغ فيما يعني في هو الراجل قال، وفي الاخر كان له لقاءين قال انا بشوف راي الشرع وامشي عليه، ماليش دعوه براي العلم. يعني انتوا كده بتحملوا الجهات المسؤوله او المؤسسات المسؤوله سواء الازهر سواء دار الافتاء. لا لا لا، انا بحملهم كتوعيه، يعني مرحله مستقبليه كوقايه. لازم يبداوا يشتغلوا من النهارده حملة توعية للمواطن وللمواطنات عشان تنتهي هذه الظاهرة من مصر الحقيقة. ده دورهم طبعا، ودور الأطباء، ودور كل والميديا والإعلام. احنا منتظرين نعرف تفاصيل يوم الثلاثاء الجاي ان شاء الله، وايضا منتظرين نعرف اول مشروع يوصلكم بخصوص تغليظ هذه العقوبة، وايضا هل تحركتم بخصوص ما حدث لفتاة السويس؟ لا خلاص دخلت في النيابة، موضوع قضاء خلاص. يعني برضو نقطة مهمة، البرلمان سلطة تشريعية ينتهي دورها عندما تتولى السلطة القضائية عملها. يعني أنا النهاردة في حاجة في القضاء البرلمان يبنى خلاص صحيح فصل السلطة، أو في حاجة في البرلمان القضاء ملوش دعوة.
يعني البرلمان بيشرع، القضاء ينتظر، القضاء بيحكم، البرلمان ينتظر. يعني السلطات لابد ان يبقى بينها نوع من التفاهم والتناسق، عشان فهو دلوقتي في النيابه، والنيابه اعتقد انها امرت بحبسهم حاجه زي كده تحت التحقيق. يعني دكتور مجدي، احنا معانا عبر الهاتف النائب احمد الطحاوي، النائب الذي صدرت منه هذه التصريحات بخصوص الختان. اهلا بك سياده النائب. ازيك دكتور احمد بيه؟ اهلا دكتور مجدي. مش ازيك يا حبيبي، ازيك اخبارك؟ يعني سياده النائب، دكتور مجدي بقاله فتره بيدافع عنك بطريقه او باخرى، وشايف ان ما صدر عنك كان يعني غير موفق، والاغلبيه من المنظمات والمجالس القوميه المسؤوله عن هذا الملف تتهمك بان تصريحاتك كان فيها تحريض صريح على عمليه الختان والتي يجرمها القانون المصري والدستور. طيب بعد اذنك بقى ممكن تديني فرصه اتكلم؟ اتفضل يا فندم. اولا قضيه الختان ليست قضيتي على الاطلاق. انا قضيتي قضيه الصحه، وخصوصا علاج مرضى فيروس سي. وعندك الدكتور مجدي مرشد، انا كنت مقدم صندوق لعلاج مرضى فيروس سي، وللاسف لجنه الصحه برئاسه الدكتور مجدي مرشد رفضت هذا المشروع. المشروع لم يكن معدا جيدا، ولم يكن مصاغ جيدا، ولم يكن مشروعا يا دكتور احمد بيه، وبالتالي رفض باجماع اللجنه. ايوه، لا ما حضرتك بتتكلم على الهوا، لازم اكلمك على الهوا. لا معلش، انا اسف وغير قابل لهذا الكلام. مش هنجادل على الهوا دكتور. لا انت اللي بتجادل يا دكتور احمد بيه، يا دكتور احمد. لا حضرتك غير مسموح انك تكمل في هذه النقطه، لان دي مش المشروع اللي عديته حضرتك، ما كانش متكامل الاطراف، وبالتالي اللجنه بالاجماع رفضته. مسموع؟ انت مين عشان تعدد المسموع؟ ما انا بقول لحضرتك انت بتتكلم في حاجه ثانيه. انت احنا بحريتي، احنا بنتكلم في الفيروس سي، بنتكلم في فيروس سي يا دكتور. كان الحوار هيبدا بالطريقه ديت. انت اللي بادئ، انت اللي بادئ دكتور مجدي. اصل انا ما بتكلمش في فيروس سي واللجنه. دكتور احمد، من حق دكتور مجدي ان يرد على حضرتك. خلط في الاوراق. يا بنت الحلال اسمعيني بس للاسف. اولا انا مش قضيتي قضيه الختان على الاطلاق، انا قضيتي قضيه الصحه ومشغول بيها، وانا بعالج المرضى. الا ترى يا دكتور احمد، وانا هنا لاسالك، وحضرتك من حقك الاجابه، بدليل ان احنا افرضنا لحضرتك هذه المساحه وحضرتك منورنا عبر الهاتف. اتكلم بس. الا ترى بان قضيه الختان جزء من ملفات الصحه؟ ألا ترى بأن هذه متعلقة بالصحة الإنجابية على الأقل للمرأة؟ طيب وأنت طبيب. أنت مش عاوزين أتكلم كلامي ليه؟ لا إحنا مستنيينك، اتفضل. طيب أتكلم كلامي. قضية الختان ليست قضيتي. أنا سئلت عفوا عن قانون تجريم الختان بالإناث، في الإناث، واخد بال سعادتك؟ فأنا قلت القانون ده أنا ما شفتوش أصلا، وما عرضش لسه على مجلس النواب. لكن أنا ليا رأي أن يقتنع الناس دينيا وعلميا بعدم مشروعية الختان. يقتنع الناس علميا ومشروعيا ودينيا وطبيا بعدم مشروعية الختان. القانون الناس مش ملتزمة بيه، والدليل ان هو مش ملتزمة بيه ايه؟ الاحصائيات المجلس القومي للمرأة في 2011 انه 80% من الناس مرضوا الختان رغم القانون. في 2015 طيب. دكتور احمد، يعني حضرتك بتنفي؟ لا اسال حضرتك على التصريحات عشان حضرتك توضح برضو. حضرتك تنفي دكتور احمد، انا بسال حضرتك، حضرتك بتنفي انك صرحت بان ترك الاناث او الانثى بلا ختان امر غير صحيح؟ الكلام اللي صدر مني انا عملته في بيان، ده موقع عليه امبارح، هو ده اللي انا احاسب عليه، ما صدر غير ذلك انا ما احاسبش عليه. كلام حضرتك كان ايه في البيان يا دكتور؟ البيان ان انا قضيه الختان ليست قضيتي، انا اتحرى الدقه لاصوت على هذا القانون، لان من واجبي كنائب في البرلمان انا اتحرى الدقه على اساس ان اقول لهذا القانون نعم او لا، اتحرى الدقه من الناحيه الشرعيه ومن الناحيه الطبيه، واسال متخصصين في اهل الشريعه واهل العلم ان يفتوني في هذا حتى اصوت على هذا القانون بضمير مستريح. النهارده بالذات عشان للامانه العلميه، النهارده بالذات انا قريت فتوى عن دار الافتاء في 2/6/2016 هذه الفتوى بتقول ايه عن دار الافتاء؟ بتقول ان الختان غير مشروع. الختان غير مشروع بناء على دراسات طبيه ودراسات إسلامية. الختان غير مشروع، وبذلك طالما أن دار الإفتاء التي تحدد ميعاد الصوم وميعاد الإفطار والتي هي أهل الحل والعقد في بلدنا، فأنا ملتزم بهذه الفتوى تماما، من الآن ملتزم بهذه الفتوى تماما أن الختان غير مشروع بناء على فتوى دار الإفتاء
وهي دار الافتاء تتحمل هذه الفتوى امام الله وامام الناس، وبناء عليه اصرح انني ملتزم تمام الالتزام بفتوى دار الافتاء لانها هي المسؤولة عن الفتوى في مصر. ثانيا، انني اذا كان تصريحاتي كانت من منطلق ان اتحرى الدقة لأصوت على هذا القانون بضمير متاح. ولكن حضرتك دلوقتي يا سيادة النائب تقول وتعلن بانك تلتزم بما افتت به دار الافتاء طبعا وهي تجريم الختان. طبعا دار الافتاء طالما انا قرات هذه الفتوى اليوم تقول في فتواها ان الختان غير مشروع بناء على دراسات اسلاميه ودراسات طبيه، وبالتالي انا ملتزم تمام الالتزام بهذه الفتوى لان دار الافتاء هي اهل الحل والعقد في هذا البلد. انا بشكرك. ثانيا اكمل كلامي بعد اذنك. اوجه الى كل سيدات مصر المحترمات، الى كل سيدات مصر المحترمات والى كل فتيات مصر الشرفات الشريفات، وجه رساله لهن واقول لهن ان كان كلامي، انا اقصد ان انا اتحرى الدقه لاصوت على هذا القانون بضمير مرتاح، ان كان هذا الكلام اساء لشعوركن بقيد انمله فانا اقدم كل الاعتذار لسيدات مصر المحترمات وفتيات مصر الشريفات، وارجو ان يقفل هذا الموضوع لان هذا الموضوع اخذ اكثر من حجمه، وارجو كما سعادتك تتحلي بالروح الطيبه في الاعلام ان يتحلى جميع مقدمي البرامج في الاعلام وخصوصا من يتشدق ويقول انه ليبرالي ان يرتفع صدره للصوت الاخر ويناقشه بهدوء. طيب. في ناس في الاعلام. انا بشكرك يعني سياده النائب، ده مش موضوعي للاسف، بس انا بشكرك شكر جزيل على مداخلتك معانا. ويعني سياده النائب، النائب احمد الطحاوي تراجع عن ما قاله او يعني عدل او صرح بشكل صريح بانه هو من الان فهو يرى بان شرعا يتم تجريم ختان الاناث، وقدم ايضا اعتذارا لنساء مصر اذا ما يعني جرحهم ما ادلى به بخصوص ختان الاناث. احنا كده قفلنا. لا ده اللي انا كنت عايز اقوله لحضرتك، انا ما كنتش بدافع عن دكتور احمد الطحاوي، انا كنت متاكد انه لا يقصده وانه كان عايز بس حاجه شرعيه يستند اليها، ومجرد ما لقى الفتوى عاد ادراجه كطبيب مسلم. طيب. احنا كده انتهينا من ملف الختان، نروح بقى لملفات تانية كثيرة. كتير. هبدأها هل بالفعل يوم الحد هتستقبله وزير الصحة؟ بإذن الله. ان شاء الله. ايه المنتظر؟ المنتظر هو هيبقى لقاء طويل شوية لأنه يعني في ملفات كتير هتتفتح، لكن الملف اللي دعانا إن احنا نطلب من وزير الصحة إنه يجي للبرلمان ويقعد مع لجنة الصحة وبرضو كل الإخوة الأعضاء النواب اللي عايزين يقعدوا في هذا الملف، هو ملف المستشفيات التكملية وما أثير حوله برضو في الإعلام من أنه في خصخصة ومش خصخصة، وأن احنا باتجاه لخصخصة وبيع المستشفيات وبالتالي بيع المواطنين وبالتالي بيع العلاج وبالتالي الفقراء يروحوا، ودي الحقيقة النغمة اللي شغالة في الفترة دي بتثير قلق المواطن، على الرغم من انه الجميع سواء برلمان او حكومة او رئيس بيسعى جاهدا انه يقدم خدمة للمواطن على قد ما يقدر. فهنقعد في هذا اللقاء نشوف المستشفيات التكاملية ايه اللي هنقدر نعمله فيها، ايه اللي هنقدر نستفيد من القطاع الخاص فيها ازاي، لانه من الممكن جدا استفيد من القطاع الخاص دون المساس بالمواطن. يعني انا لو استفدت من القطاع الخاص كإدارة او تمويل بنسبة بسيطة جدا والملكية للحكومة أو الملكية للدولة، هنا أقدر أنا أقنن السعر وأقنن الخدمة وأقنن كل حاجة وما أضرش المواطن بل أقدم له خدمة محترمة بسعر كويس. هل وصلتكم بالفعل من نقابة الأطباء محاولة لتوضيح هذا الشأن فيما يخص خصخصة المستشفيات؟ هو برضه في نقطة، هو هيبقى في حد موجود من النقابة لأنه من حق نقابة الأطباء تبقى موجودة، لكن الحقيقة برضه النقابات مسؤولة عن أفراد هذه النقابات، يعني نقابة التجاريين مسؤولة عن التجاريين، نقابة المحامين مسؤولة عن المحامين، شؤونهم الاجتماعية، شؤونهم الاقتصادية، شؤونهم العلاجية، لكن غير مسؤولة عن المؤسسات. يعني مؤسسات وزارة الصحة مش تبع نقابة الأطباء. ولكن نقابة الأطباء معنية بطريقة أو بأخرى. بالأطباء. صحيح، ولكن هؤلاء وبكل ما يمس الطبيب. وبكل ما يضر الطبيب، وبكل ما يفيد الطبيب، وبكل حقوق الطبيب، وبالتالي من خلال اللي جاي لازم معانا حد من نقابة الأطباء عشان يقول هل الأطباء بالشكل اللي جاي في التكامل هيستفيدوا، لأن الأطباء من الفئات المظلومة ظلما بينا في مصر. ولكن هل بالفعل النقابة خطبتكم لمعرفة تفاصيل الخصخصة وتوضيح اهتمامها بمناقشة هذا الملف؟ خطبت لاهتمامها بهذا الملف
ورغبتها في حضور هذا النقاش. وانتم وجهنا لهم الدعوه. شوفي حضرتك لو في مواطن عادي عايز يجي يتكلم اهلا وسهلا نشرف. احنا عايزين مش كده كل المواطنين هيجوا يعني يا مرحب. بس ممكن يكون عنده وجهه نظر ويكون عنده حاجه تفيدنا فيها، لانه نقابه الاطباء جزء مهم جدا من المنظومه الصحيه ونقابه الصيادله وكل النقابات. هسالك بقى، بما ان جبنا سيره نقابه الاطباء، ومن الواضح بشكل صريح بانه في مشكله كده جدا بانه في مشكله ما بين نقابه الاطباء طبعًا والوزاره او طبعًا وزير الصحه بشكل لا لا مش وزير الصحه، ده الوزاره شخصيا، وزراء الصحه المتعاقبين. دوركم ايه بقى في البرلمان في الخناقه دي؟ شوفي هقول لك، على المستوى الشخصي وعلى مستوى بذلنا كل جهد ممكن وبنبذل وسنبذل، لازم ينتهي هذا الخلاف، لان هذا الخلاف الحقيقه لا يصب الا ضد مصلحه المواطن والطبيب. طول ما في خلاف بين الجهه التنفيذيه والنقابات المشاكل موجوده، وبيبقى في نوع احيانا من قرار ضد قرار، عند حاجات فيها نوع من العند. والحقيقه ما فيش عند على بلد، ما فيش عند على مصلحه ناس، ما فيش عند بقى على ما فيش ايجو. يعني الايجو ده عايزين ندفنه، الانا بتاعت المؤسسه او الكبرياء بتاع مجدي مرشد انه اتهان لانه رئيس لجنه مش عارف ايه. الكلام ده لازم ينتهي. يعني انا اتهان بس المواطن ياخد حقه، وما يجراش ابدا ان انا يعني انا معجب جدا بدكتور احمد لما قال انا رجعت لما لقيت في فتوى. خلاص يعني تعامل الفرسان لازم يرجع لنا كمصريين وكعرب وكمسلمين، انه اعترف بالخطا. انا لما دافعت عن انه دخل في موضوع الفيروس سي، لانه ده مش موضوعنا، ولا تدخل اجراء تم في اللجنه في ملف اخر. انت تخلط اوراق فلا بد ان تقف. لكن لما قلت انا اسف ورجعت في كلامي، اه طبعا اشد على ايدك واهنيك، لان هذه طب الخناقه وصلت لفين؟ ما هو الخناقه دي الناس كلها بتتكلم عليها. اه طبعا طبعا طبعا. لا هي شوفي حضرتك، احنا في احسن فترات دلوقتي. اه يعني الدنيا هاديه الى حد كبير، و يعني الى حد كبير في نوع من التقارب النسبي، وان شاء الله يبقى في تقارب اكثر واكثر، لانه ما فيش تضارب مصالح الحقيقه. ما فيش يعني النقابه بتشتغل عشان الطبيب يبقى كويس ومبسوط، ولازم الوزاره تشتغل عشان الطبيب والمواطن يبقوا كويسين ومبسوطين. يعني الوزاره بتشتغل للطبيب والمواطن، والنقابه بتشتغل للطبيب، فالاثنين بيشتغلوا لمصلحه حد واحد. انا بشكرك يا دكتور على الروح دي، بس للاسف هي مش موجوده. لا 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 موجود كتير. لا بجد انا صريح جدا، هي ما كانتش موجوده، وكان في موقف انا بقوله برضو وبحاوله على الملا وبتكلم وخطبت الساده في نقابه الاطباء المحترمين اللي بكن لهم كل احترام وحب، انه في الجمعيه العموميه اللي حصل بعض التجاوزات اللي هي ضد الوزير على وجه التحديد. انا برضو كانسان لما الاقي ان في تجاوزات في القرارات اللي متاخده، يسيب الوزاره، احنا نعين الوزير اللي جاي، مش عارف يتحول لايه، محكمه قيم ومحكمه اداب، ويتشال منه النقاب، يعني الحقيقه لا. طيب احنا معانا مداخله دكتور مجدي من دكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابه السيارات، له طلب انه يعمل مداخله مع حضرتك على الهواء مباشره. اهلا بيك دكتور مصطفى. اهلا بيك واستاذ المشاهدين. اتفضل يا دكتور. للدكتور مجدي مرشد. تحياتي للدكتور مصطفى، كل سنه وانت طيب. زيك ربنا يخلي معاك يا دكتور. طيب في البدايه طبعا لازم اوجه من موقعك وكيل نقابه الصيادله كل الشكر للدكتور مجدي مرشد، لان بصراحه الفتره اللي فاتت كنا شايفين ان لجنه الصحه كانت بتهتم اهتمام واضح فقط بالاساسات الخاصه بالمستشفيات، بتختص بوضع المستشفى عامل ازاي، لكن اللي بيحرك كل ده غير القوى البشريه سواء كانوا اطباء او صيادله او تمريض او اسنان داخل المستشفى، ما كانش في اهتمام واضح بيهم. قضايا كانت مهمه جدا جدا كانت تغفلها اللجان المتعاقبه، كان كل بيركز على مشكلة الصحة من خلال المرض، ولكن إغفال شق كبير جدا جدا هو الدواء اللي بيكمل المنظومة، كان شيء واضح جدا. ولكن في وجود لجنة الصحة في المجلس الحالي وجود دكتور مجدي مرشد على رأس تلك اللجنة، بصراحة أدى خدمات او ادى تفهم كبير جدا جدا. طب في المشاكل دكتور مصطفى، وانك معانا على الهواء لازم اسالك طبعا على ملف الدواء وتعاونكم كنقابه مع ايضا لجنه الصحه بهذا الشان الذي يؤثر على المواطن المصري كما ايضا يؤثر على صناعه الدواء، ولكن المواطن المصري المريض للاسف كان يعاني من هذا الموضوع، ولا زلنا يعني في بعض التبعات لهذه القرارات التي حدثت على مدار الفتره الماضيه. كان في عندنا كارثه من فتره ماضيه كانت خاصة بمحاليل طبية،
ده كان حصل تفاعل مشترك بيننا وبين لجنه الصحه. فضلنا مع دكتور محيى عبيد نقيب الصيادله وانا والدكتور مجدي مرشد لحد الساعه 2:30 بالليل بنحاول نشوف حلول عشان كان عندنا ازمه طاحنه. وبالفعل في اقل من 12 ساعه احنا وفرنا اكتر من 2,300,000 عبوه في السوق. عملنا افراج لحوالي 1,000,000 عبوه موجوده في المخازن في الشركات المصنعه. لغينا عقود تصدير بعد اتصال دكتور مجدي مرشد بوزير الصحه كانت طالعه الدول العربيه، واجلنا العقود التصدير ده عشان نوفر المحاليل. عملنا اتصالات مع مباحث التموين وضبطنا اكتر من 100,000 عبوه في شارع القصر العيني في مكاتب المستلزمات كانت بتباع باغلى من التسعيره الجبريه بتاعتها. فطبعا كل الشكر لكل الناس اللي تعبت هذا الملف وعلى رسول الدكتور مجدي مرشد. كل الشكر ليك يا دكتور مصطفى، كل الشكر ليك ولروح الفريق اللي بنشتغل بيها. دي مهمه قوي. انا بشكرك. النقطه المهمه بقى في نقطه مهمه، في نقطة مهمة جدا، احنا في لجنة الصحة كان في اجتماع كان دكتور محيى عبيد وانا كنا نمثل نقابة الصيادلة وخدنا قرارات مهمة جدا منها موضوع الاكسباير. واقرينا في لجنة الصحة بضرورة قبول الاكسباير دون قيد او شرط. في جلسة استماع سابقة مع وزير الصحة تقدم عدد من النواب. انا شخصيا مش فاهمة كلامك يا دكتور مصطفى، حضرتك بتتحدث عن انتهاء الصلاحية؟ بالظبط، الأدوية منتهت الصلاحية. كانت تاخدها تاني. تقدم من فترة عدد من أعضاء مجلس النواب تعود مرة أخرى. دكتور مصطفى النبي وضح النقطة دي بس. لأن الناس مش هتفهم، حضرتك بتتحدث دكتور مصطفى على الأدوية منتهية الصلاحية بأن هي تعود مرة أخرى لشركات الأدوية إذا ما ظلت على أرفف الصيدليات. بالضبط. أيوة. هو في دواء بينتهي صلاحيته المفروض طبيعي إن الشركة المنتجة للدواء ده تاخده تاني عشان ما يعادش تدويره مرة تانية ويرجع للمريض المصري فيضر صحة المريض. الشركات بقى لها فتره بتتعنت في قبول الاكسباير اللي هو الدواء منتهي الصلاحيه. فبعض طبعا نادينا من فترات طويله جدا بضروره قبول الادويه منتهيه الصلاحيه للشركات دون قيد او شرط. تفاعل معنا اعضاء لجنه الصحه في مجلس النواب وبالفعل تم تقديم طلب من اعضاء لجنه الصحه في جلسه استماع من فتره لوزير الصحه وافق بالفعل على الطلب ده. وقدمنا مقترح مشروع بقرار لوزير الصحه وانتهى الامر ان القرار جاهز وموجود على مكتب السيد وزير الصحه منذ اكثر من شهرين او 3 شهور. اليوم الاحد القادم ان شاء الله الوزير موجود في لجنه الصحه، نتمنى ان احنا نخرج بالقرار للنور عشان نمنع القرار. مافيا اعاده تدوير الدواء منتهي الصلاحيه ويرجع تاني للمريض المصري. واضح. اكيد. طب اكيد كده طلبك وصل يا دكتور مصطفى، وكان معنا دكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابه الصيادله، يعني بيذكر حضرتك بموضوع الادويه منتهيه الصلاحيه لان انا متاكده ان احنا عندنا مافيا لاعاده تدويرها. فعلا وبعتناه ووافق الوزير وهيوافق ان شاء الله على بس لسه ما مضاهوش. يعني يمكن التوقيع، لكن هو مش هيقف ضد حاجه يعني منطقيه خالص. طيب. اسال حضرتك ايضا على ملف قانون تامين الصحي. بقالنا كتير منتظرينه، ويعني الحديث عنه اعلاميا ادى احساس للمواطن بانه هو ده المفتاح الرئيسي لنهايه ازمه وعناء المواطن المصري من المنظومه الصحيه في مصر. وصلنا فيه لفين؟ تفاصيله ايه؟ المشروع طبعا يعني ناقشناه كتير ونوقش كتير في مجتمع مدني وفي اراء كتير من نقابه الاطباء ومن عندنا من اللجنه ومن الوزاره ومن والى حد ما، واتجمعت كل الاراء وصيغ شكل نهائي تقريبا للقانون باذن الله تعالى واتبعت على مجلس الوزراء، هيرجع لنا على البرلمان لدراسته والتعديل واقراره باذن الله بقانون. ده مش مجرد قانون وده مش مجرد قرار، ده حلم، لان مفيش بلد في العالم ملهاش منظومه صحيه واحده الا مصر. صحيح. عشان كده لا يمكن هنقدر نبقى عندنا صحة كويسة مهما كان يجي وزير يروح وزير، مش مشكلة وزير ولا مشكلة نظام، هي مشكلة نظام صحي مبعثر. يعني حضرتك عندك 60,000 نوع مستشفيات، 60,000 نوع خدمة طبية، 60,000 نوع هيئة، مجالس طبية، أمانة عامة، مش عارف مجلس المستشفيات اللي في فوضى في التنوع الزيادة. بالظبط. إمتى يبقى عندك أداء صحي منضبط والهدف منه حاجة مهمة جدا، أن يعالج 90 مليون بكرامة دون إهانة دون إذلال دون طلب للعلاج، لأن العلاج شأنه شأن الهواء والمية لازم يتوفر لكل مواطن والدولة بتكفل توفيره في المادة 18 من الدستور، ده هي لازم تجيب الدواء والدواء. لا يمكن يتم
الا بالتنظيم الصحي بالتامين الصحي الشامل. انت هتناقشوه بقى يا دكتور؟ يحال من مجلس الوزراء هيتم مناقشته، وهو في الذهن وعندنا صوره وناقشنا فيه كتير في جلسات سابقه مع الدكتور احمد عماد وزير الصحه، ومع الدكتور علي حجازي اللي هو المسؤول عن التامين الصحي، ومع علاقته ايه بقى بالمستشفيات التكامليه يعني؟ لا هو علاقته بكل كل مستشفيات مصر دي هتنصهر في سيستم واحد يقدم الخدمه لكل المواطنين، مقابل ان حضرتك بتدفع اشتراك معين اللي هو هيبقى 4% من دخلك، والغير قادرين تكفلهم الدوله، والمعاشات تكفلهم الدوله، والامراض المزمنه تكفلهم الدوله. ال 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 الهيئه العامه للتامين الصحي هتبقى هيئه مستقله، مش يعني هي بتمول لكن مش هي اللي بتقدم الخدمه، حد تاني بيقدم خدمه، مستشفيات والكلام ده كله تبع وزاره الصحه، و هيئه رقابه بتبقى تابعه لرئيس الجمهوريه تراقب على اداء الاثنين. هنا حاضر ادي خدمه وراقبها بجهات مختلفه، لكن النهارده الصحه وزاره الصحه بتقدم الخدمه وبتمولها وبتراقبها، تعمل الثلاثه. فمستحيل، مستحيل طبعا، مستحيل يعني، لا يمكن يبقى في نجاح طالما انا اللي بمول وبراقب وبادي الخدمه. طيب بما انك بقى ذكرت يا دكتور المراقبه، انتم كجهاز تشريعي ازاي بتراقبوا المستشفيات؟ هل بتعتمدوا فقط على النواب؟ لانه اكيد ده دوركم ايضا، ليس فقط سن التشريعات لكن ايضا رقابي طبعا. بتراقبوا ازاي المستشفيات؟ المفروض انه النائب هو عين الشعب، يعني عين الشارع، فمفروض انه من كل ما يصل اليه، سواء من الشعب، من الجمهور، من ميديا، من اخبار، من لابد ان يتحرر. يعني جاله خبر ان المستشفى الفلاني بيقدم خدمه وحشه، يتحرى، ليها فعلا هذه الخدمه سيئه، بيبدا يعمل طلب في لجنه الصحه لمراقبه هذا المستشفى او زياره هذا المستشفى، زياره ميدانيه، وقمنا بزيارات ميدانيه كتير لمستشفيات كتير، ولقينا مستشفيات. بس يا دكتور يعني زي ما بيقولوا محتاجين كبسه، مش زياره معروفه من قبليها. لا لا لا، هي الفكره كلها ان الزياره المعروفه ما بتبقاش زياره رسميه، بتبقى زياره رقابيه، وبالتالي ما تاخدش شكل بقى ورود واسفلت هيترصف وشويه، لا. بس ساعات يعني بيحاول يظبطوا نفسه حتى لو ضبط. لا اصل لو ظبط، لو عنده اجهزه مثلا ناقصه وعطلانه هيظبط فيها ايه؟ لا هو عنده اجهزه محطوطه تحت ومقفول عليها يعني. لا ما اعتقدش انهم بيلحقوا، او لو لحق مش هيلحق يدي الشكل النهائي، فدايما بنلاقي فعلا في ديفكت او في عيوب ممكن ما تتناسبش مع الشكوى، او ممكن تتناسب وتبقى اكتر. فدي بالتالي بنبدا بيبقى معانا ده من حد من التنفيذيين، بنقول له ان هذا الخطا يتصلح، ونشوف بعد كده اتصلح ولا ما اتصلحش وبنتابع. بس حضرتك يا دكتور موافق على فكره بانه التامين الصحي هيكون فعلا مفتاح لاعاده المنظومه مره تانية، لانه اكيد هيعالج كتير من المشاكل اللي هنتكلم عنها. طبعا طبعا، هو الحل الوحيد والاوحد لاستقرار الصحة في مصر. والحقيقة أنا كنت بقول وقلت في البرلمان، ووجهت خطاب للسيد الرئيس من خلال البرلمان نفسه يوم في الموازنة، إنه نفسنا عام 2017، وبوجهها دلوقتي من خلال منبرك المحترم للمجتمع المدني كله، يا ريت 2017 أي حد يطلع قرش يبقى الصحة، خليه يبقى عام الصحة. احنا عندنا مصيبتين. لا واحنا السنه دي عام الشباب. لا ما خلص 2016 خلص، احنا بنتكلم على 2017 يا ريت يبقى عام الصحه، لانه الحقيقه احنا جربنا عام الشباب وعام المراه وعام الطفل وعام ما جربناش عام الصحه. صحيح. على العكس، انا لا عندي شباب ولا عندي تعليم ولا عندي مراه ولا عندي نمو ولا عندي اقتصاد. سوتها يا دكتور. خالص، اذا ما كانش عندي صحه. صحيح. طب دكتور، عندي صحة، عندي الحاجات دي كلها. الموازنه في اتهامات كتيره جدا، وحضرتك كنت معانا في مداخله قبل كده بخصوص هذه الموازنه، وان هي عدم يعني بتتهم بان هي غير دستوريه فيما يخص الصحه بالذات والنسب التي اقرها الدستور، وهل هي من الناتج القومي، هل هو الناتج القومي المحلي. هذه الاختلافات والخلافات وضم مؤسسات اخرى يعني زي جيش او شرطه بتمتلك يعني منابر او مؤسسه صحيه داخل هذه المؤسسه، وضم ميزانيتها الى الصحه مع ان ميزانيات الشرطه والجيش منفصله تماما. الموضوع شائك ولكن الناس مش فاهماه. حضرتك شايف ازاي؟ احنا طبعا خدنا صوت كبير جدا في النقاش، واعلنا في اللجنه ان احنا لن نقبل موازنه الصحه اللي كان، او ميزانيه الصحه من الموازنه العامه لعام 2017 اللي هي كانت 47 مليار. احنا السنه اللي قبليها كانت 42، بقينا 47، فطبعا رفضناها رفضا تاما. الوزاره كان بيتكلموا على انهم 53 مليار يبقى كويس، لكن احنا ما بنتكلمش على كده، احنا بنتكلم على 3% من الناتج القومي العام. العام وليس المحلي. ما انا احاول حضرتك. فلجنه الخطه والموازنه عندنا مع وزاره التخطيط قالوا انه من المستحيل حساب الناتج القومي العام. وخلينا لا نشكك في احد. انا من الناس اللي انت قلت لي كذا، وانت راجل متخصص
خدوا العلم. يعني بقيه الدول يا دكتور ما بتحسبش الناتج القومي العام؟ لا، في العالم معظمهم ما بتحسبش الناتج القومي. اصل الناتج القومي العام اللي هو الناتج القومي المحلي بلس او زائد الناتج القومي اللي بيتم عن استثمار المصريين في الخارج واستثمار الاجانب في مصر. هحسبه ازاي؟ يعني واحد طلع سافر دبي وعمل مشروع، واحد سافر المانيا وعمل مشروع، واحد سافر ايطاليا وعمل مشروع، الناتج اللي بيطلعه هناك يتضاف على الناتج المحلي بتاعه هنا في مصر، ولو جه اجنبي في مصر واستثمر الدخل بتاعه والناتج بتاعه يتضاف على الناتج، فده صعب جدا. بس ده ذكروا الدستور، يعني اكيد اللي كانوا بيكتبوا الدستور كانوا عارفين. يعني هو ممكن مع اللي بيكتب الدستور 50 كلهم افاضل، لكن ممكن ما يبقاش فيهم حد متخصص في هذه النقطه بالذات اقتصاديا. يعني ده برضو بس كان في اقتصاديين يعني يا دكتور، كان في يعني يا دكتور الرد موجود طبعًا للاسف طبعًا. الرد عليك يقول لك كان في اقتصاديين. ايوه طبعا، بس انا الحقيقه مش اقتصادي، وبالتالي لما قالوا لي ان طيب هتفرق ايه، هتفرق ان الناتج القومي العام 3.3 تريليون، الناتج الاجمالي المحلي 2.7 تريليون. لو حسبنا 2.7 تريليون في 3 بقت 83 مليار. تمام، احنا بالمفاوضات والنيجوشيشن طبعا. اولا انا يعني اول مره بسمع حكايه الجيش والشرطه واحد كان كاتب لي يعني بس حضرتك سمعت الاشاعات دي اللي طلعت؟ هو كاتب، حد كاتب لي حسبي الله ونعم الوكيل في رئيس لجنه الصحه 37 مليار يا مفتري تتحط للجيش والشرطه. انا مش عارف 37 مليار هتبقى ايه، ده المرتبات 39 مليار اصله. فلما احط 37 يبقى راحت الميزانيه كلها على الجيش والشرطه والمرتبات. فالحقيقه الناس بتفتي وبتصدق نفسها، وما فيش حد هيقدر يرد. يعني احنا حضرتك بعد المحاولات كلها اصبحت ميزانيه الصحه المصروفه على الخدمات الصحيه 74 مليار و410 مليون من غير ال 9 مليار حضرتك قلت لي عليه. دي نقطه ثانيه. وبالتالي احنا ما وصلناش لاستحقاق الدستوري اللي هو 83 مليار. صحيح. فكان عندي اصرار انه التامين الصحي لو بدات فيه انا محتاج فلوس كتير جدا. والحقيقه وزير التخطيط كان متعاون جدا، ورئيس خطه لجنه الخطه والموازنه قال خلاص احنا بندي لحضرتك وعد انه في 9 مليار احتياطي لو عندك مشاريع للتامين الصحي والوزاره تجيبهم. هم اصلا بقى 9 مليار الاحتياطي دولت لو ما استخدمتهمش هيروحوا فين؟ هيروحوا لاي حد تاني يحتاجهم. يعني دولت محطوطين كده بلوك اللي عايزهم ياخدهم اللي يحتاجهم. لكن انا كان عندي اصرار ان تذكر في مضبطه المجلس ان ال 9 مليار الاحتياطي دي للصحه والمستشفيات، وذكرها الحقيقه الوزير ان في 9 مليار اصبحت ضمنا تقدر تعتبرها 3 مليار 83 مليار 410، وبالتالي وصلنا للاستحقاق الدستوري وفقا للتعريف الجديد للناتج المحلي. طيب اسالك اخيرا يا دكتور، الوقت بيداهمنا، دور اللجنه في حل ازمه البان الاطفال اللي شهدتها مصر مؤخرا، وحديث عن استيراد نوع جديد او ما اسموه معادل تقريبا للبن العادي، ده معناه ايه؟ زي كريمر ولا هو لبن فعلا؟ لبن فعلا وهيسموه ايلي ميلك تقريبا. ويعني كيميائيا وكده معادل للبن الاطفال ويستخدم عادي خالص، مفيش فيه طب مشكلة. هو ايه الغريب فيه يعني؟ ولا حاجه، انه يعني نوع استيراد جديد، نوع جديد فقط. دي نقطة. النقطة الثانية انه كنا اتناقشنا مع السيد وزير الصحة واتناقشنا مع المسؤولين عن الأدوية في مصنع أدوية برضه هيبدأ ينشأ جديد، ده يمكن يحل لنا الأزمة تماما بالنسبة لأزمة الألبان في مصر. طبعا، لكن هو المشكلة انه في حاجات كتير، يعني لما تباع اللبن ب 3 جنيه أو كلام من ده، ما هو برضه المصنع ده لو اشتغل وبيع ب 3 جنيه مش حضرتك شايف انه الاسعار زهيده مقابل اللي بياخدوه يعني؟ يعني لازم المصنع عشان يكمل لازم ياخد على الاقل اللي صرفه ويكسب حاجه بسيطه. مش لازم يكسب كتير، لكن يكسب يستمر. ده معناه ان احنا هننتظر اعاده تسعير للبن الاطفال؟ لا، الالبان المدعمه هتفضل مدعمه، لكن توفر الالبان للاطفال بسعر عادي في الاجزخانات يعني 20 و30 و16 و15 بالتالي ده هيبقى في متناول الناس كلها، لكن في هناك فئه تستحق الدعم، بتاخد دعم للاطفال فبياخدوا اللبن ب 3 جنيه، ده يستحقه. وانا نفسي بقى نفسي نلغي الدعم على من لا يستحق. انا اجيب بنزين فعلا ليه رخيص؟ ما تدي الظروف ماديه مثلا معينه البنزين بسعر ارخص من اللي انا باخده. ليه انا اخد عيش؟ ده كارثه. عندنا في الموازنه 83 مليون مواطن مدعومين للعيش. انا مدعوم للعيش ليه؟ انا عمري ما اكلت العيش اللي هو بتاع اسمه ايه، ب 5 جنيه مش عارف بكام، ب 10 قروش ما اعرفش، ما عنديش فكره. لكن حضرتك كلتيه ولا انا كلته ولا حد بياكله الا فعلا فانا ليه ادعم 83 مليون؟ انا اقصى حاجه عندي ادعم 20 مليون 30 مليون، وبالتالي هوفر كتير قوي. بس احنا عندنا اكتر من 40% تحت خط الفقر. هدعم 40 مليون، لكن ادعم 83 مليون لعيش؟ ادعم
90 مليون لبنزين. حضرتك شايف ان ده كمان يطبق على ازمه البان الاطفال، على كل حاجه، الدعم لمن يستحق واللي قادر يشتري. طب دلوقتي اللبن هل بتراقبوا؟ هل اللبن بقى دلوقتي متوفر شويه؟ هل الى حد ما احسن من الاول، لكن لسه طبعا لو الاستيراد ده جه هيزود الكميه شويه، ولو المصنع اشتغل هو اعتقد انه قاب قوسين او ادنى من الناس المشكلة. خايفه من اللبن الجديد، هي دي الفكره. احنا بنخاف من كل حاجه. يعني اقول لحضرتك حاجه، اللحمه السوداني والصومالي احسن مليون مره من اللحمه البلدي. مليون مره، مراعي افضل، لحوم اجود، اعظم بكتير قوي. اللحمه السوداني بتتباع ب 30 جنيه، مفيش مصري بيشتريها، يروح يشتري ب 100 وشويه. احنا عندنا مشكله الثقافه الاستهلاكيه. لا، هي مشكله ايضا في عدم الثقه. وعدم الثقه. طيب يا دكتور، ما عدم الثقه دي جت من لا شيء. اصل المفروض ان ده هتخضع للرقابه ما احنا ما عندناش ثقه في اللي بيراقبوا. ما هي دي مشكله. وافكرك بقى بالقمح، وافكرك دي مشكله طبعا. طبعا انا يعني وبعدين انا عايز بس اقول حاجه، اللي يتمسك افسد يا ريت نتفرج على عقوبه كلنا حقيقيه رادعه كلنا بنقعد نتفرج عليه عشان ما حدش تاني يعمل. طيب يعني دكتور، كان في اسئله اخرى طبعا كان نفسي اناقشها معاك بخصوص الكادر الجديد للاطباء، الزام الحكومه او القرارات الاخيره عن تعديل بعض احكام القانون، لكن وقتنا للاسف الشديد انتهى. كلمه اخيره لحضرتك عشان نختم هذه الفقره. الكلمه الاخيره اللي بقولها انه لو ربنا سهل وقدرنا نعمل قانون تامين صحي شامل كويس، اعتقد المستقبل بتاع الصحه في مصر هيبدا ينضبط، وهتبقى فيه خدمه صحيه كويسه قوي. محتاجين الناس ترجع ثقتها وفي الطبيب المصري، الطبيب المصري كويس قوي. محتاجين الطبيب المصري ينظر اليه نظره كويسه ويرتفع مستواه، والتمريض قبل الطبيب والهيئات المعاونه، لان دول كلهم الطاقه البشريه عنصر مهم. الاداره في مصر هي سبب فشل المنظومه. دكتور توعدني على الهواء ان انت تكون معانا بعد ما مجلس الوزراء بقى يرجع لكم قانون التامين ان شاء الله. باذن الله ان شاء الله. انا بشكرك شكر جزيل دكتور مجدي مرشد رئيس لجنه الصحه. وكان كمان لازم اذكر ونشكر كمان دكتور احمد الطحاوي صاحب تصريحات الختان على تراجعه واعتذاره ايضا للمراه المصريه على ما صدر منه من تصريحات وتراجعه، خاصه بعد ان قرأ الفتوى التي صدرت عن دار الإفتاء بتجريم ختان الإناث. يعني ملفات عديدة تحدثنا فيها مع دكتور مجدي مرشد. أنا بشكره. مشاهدينا نخرج إلى فاصل سريع ونعود مرة أخرى لمناقشة ملفات أيضا مهمة في دائرة الخنكة والخصوص والعبور في فقرتنا الخدمية بعد الفاصل. النائب محمد صدقي هيكل معنا على الهواء مباشرة، سننتظر أيضا مداخلتكم وأيضا على وسائل التواصل الاجتماعي لقناة تن تي في. بإمكانكم أن ترسلوا إلينا كل شكواكم وطلباتكم على الهواء بعد الفاصل في استوديو النواب.